ها هنا شوف، عرفت اللي تحس انك قاعد تحك المكان بالضبط اللي هو يعني قال لك كذا. أعزائي المتابعين أينما كنتم، متيم بن عبد الله is back. أسعد الله بسكم صباحكم زي أينما كنتم، متيم بن عبد الله من هذا الفيديو الجريء والجميل والرائع اللي سفنا ما أطلع من البيت يا 11 يوم ما هي قاعدة تمر. فلذلك الناس مرة حبت الفيديو اللي قبل الماضي اللي هو كان فيديو النمل. قلت يا متيم أنا أساسا في عندي حيوان مرة غريب. قلنا إحنا الفيديو الأول كان الشيء إنك غريب إنك تربيه اللي هو كان النمل، ولكن هذا الحيوان هو نفسه غريب، اوكي؟ اذا عجبتكم السلسله تبغون تشوفون اشياء زياده عنه 50 الف لايك من الحين يعني عشان احس انكم مره متحمسين، خلينا نجيبهم الفيديو ونشوف. هذا هو الحلو. للناس اللي ما تعرف شنو هذا، هذا اسمه حيوان الشنشلا. يا متيم شنو حيوان الشنشلا؟ هذا وجهه وجه فار، جسمه جسم سنجاب، ولونه لون فيل وذيب واشياء كذا. شويه خايف طبعا بحكم انه ما هو متعود على المكان، ما هو متعود انه ينزل هنا، بس طبعا يوقف على رجوله بس بيقول صغور يا اخي. شوف شوف يخطر، بس تسوي له كذا يخطر. خلينا نتكلم عنه. طيب اول شيء بتكلم لكم عن شنو حيوان الشنشلا، راح اوريكم انواعه او خلينا نقول الوانه لانه هو فصيله واحده او فصيلتين فقط. راح اتكلم لكم عن العنايه فيه، راح اتكلم لكم عن ليش تربي وليش ما تربي. الشيء الاول، ناس كثيره طبعا تشوفه بالانستغرام عندي، صوره من فتره لفتره. ليش؟ لأن هذا هو الحيوان المفضل عندي، له تقريبا سنتين عندي. معروف هذا الحيوان. طيب خلنا نوريكم اياه من قريب. هنا هذا الحيوان طبعا انت تشوفه متين، ولكن هو طبعا هو ما يحب انك تحمله، ولكن هو اساسا مره نحيف. فهذا اللي تشوفوه انتم هذا كله فرو، هذا يعتبر صاحب انعم فرو في العالم كحيوان بري. طيور بشكل عام اللي هو طائر المينك، ولكن كشيء فرو هذا يعتبر صاحب انعم فرو. فلذلك تشوف ممكن في جاكيتات قيمتها عشرات الاف الدولار تسوى من فرو الحيوان هذا. هذا اسمه تشنشلا. الحيوان هذا موطن الاصلي جنوب افريقيا، يعيش 20 سنة، يعيش اكثر من القط واكثر من الكلب. هذا طبعا اللي تشوفوه الان هذا عمره سنتين وشهر تقريبا، سنتين وشهرين، يعتبر صغير، ولكن الحجم اللي تشوفوه هذا حجمه النهائي، ما راح يكبر اكثر. يجي منه ابيض، يجي منه اسود، ويجي منه الرصاصي هذا، وطبعا هذا يعتبر بيور. في يجي ثاني رصاصي يكون اغمق من هذا، وفي الاخير او نعتبر فصيله ثانيه اللي هي الانغورا اللي يجي شعره اكثف. هذا ما ادري هو انغورا ولا اتوقع انه نص انغورا نص ما هو انغورا. اوكي جدا حركي، ولكن في شيء ممكن ما يعجب الناس وهو انه طول اليوم صاحي طول الليل نايم. نوريكم من قريب كذا. طبعا يدينا هذه اليد تشوف الصغيره، يده يستخدمها عشان ياكل، ياكل بيده. رجوله تعتبر طيب والله طيب شوف خليك كذا اسمع، خليك كذا يا صبي، خلينا نحاول نوريكم رجوله. هذا رجوله طبعا يستخدمها عشان ينط لانه هو يقفز ما يمشي. ذنب يستخدمه في التوازن. طبعا ذنبه او الشعر اللي في الذنب يعتبر اخشن من الفرو هذا. وين بتروح؟ وين بتروح؟ طيب خلاص بعطيك اكل، بعطيك اكل. العنايه فيه، اول شيء الاكل اللي ياكله. ياكل هذا الاكل. هذا الاكل هو الشيء الوحيد اللي ياكله. كيف يا متيم؟ كنيتروشن كشيء غذائي ياكل هذا بس. والله اذا تبول على الطاوله هنا مره ثانيه ابى اتفاهم معك انا يا قليل الادب. ما تقدر تعطيه اكل اي حيوان ثاني؟ خلاص الجوع. بعطيك اكل، بعطيك اكل، بس خليك هنا بنصور الفيديو، بعطيك اكل، لا تفشلنا مع الناس. ما تقدر تاكله اكل ثاني. هذا طبعا طلع في فيديو قديم ولكن ما تكلمت عنه بالتفصيل الكبير. ما يقدر ياكل اكل مثلا خلينا نقول الوبر، اكل الارانب، هذا كله ما يقدر ياكله، لازم ياكل اكله الخاص فيه هو. بعطيك اكل، بعطيك اكل يا صبي انتظر. ما ياكل فواكه، ما ياكل خضار، ما ياكل اي شيء من هذا كله، ما ياكل بينز بقوليات نهائيا. ياكل اشياء بسيطه جدا، راح اوريكم بالضبط شنو الاشياء اللي ممكن تاكلها هي. طبعا هذا ما ياكل فواكه وخضار، ما ياكل اشياء حاليه. ليش؟ لانه يجيه السكري بسرعه، ولو جاه السكر راح يتعب او ممكن يموت. ثاني شيء ما ياكل بقوليات. ليش؟ لان جسمه اساسا ما هو مصمم الى انه يطلع الغازات. تعال يا صبهي. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث هذا اكله، ولكن اذا جيت تبغى تعطيه تريتس. طيب في هذه طبعا شوفها اول ما بيشوفها، شوف بينسحب.
شوف 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 بعطيك 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 تعال 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 عندي تعال عندي بعطيك والله بعطيك اصبر. هذا شيء هو جدا يحبه. يلا تعال 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 تعال, تعال هنا بعطيك. اوكي يلا شاطر. شوف شوف خلاص اذا ياكل شوف شو دقيق خلنا اوريكم هو ياكل شو يمسك بيده. طبعا تعال وين بتروح خليك هنا. ما في روحه ما هي روحة يا صبي. طب خليك معي هنا ونخلص الفيديو وتالي نروح ثنين. ايش رايك؟ اوكي طبعا اذا في شيء ياكله احنا ناكله راح يكون الشوفان لازم تعطيه شوفان مو اللي يستوي بسرعه. لازم تعطيه الشوفان العادي جدا عشان ياكله. طبعا كتريت نفس الشيء نفس هذا اللي ياكله. وايضا ياكل القت او البرسيم. ها خلصت خلاص بعطيك تعال تعال نعطيك من هذا. يلا ها روح خذ يلا يلا لا تلعب انا جايبك هنا مو عشان تلعب مو عشان بعطيه بخليك تروح كل يلا ها ها بعطيك بعد تبي زياده. طيب متيم شلون نعتني فيه؟ اول شيء هذا مو من الحيوانات اللي تقدر تهدها بالبيت. ليش؟ لانه صغير الحجم زي ما قلت لكم. يعني انت تشوفه تقول مره كبير ولكنه يقدر يدخل في فتحه هالكبر. فمثلا يقدر يروح ورا الثلاجه، يقدر مثلا يروح ورا الفرن، فيروح اماكن خطيره. لذلك تقدر تجيب له كوره نفس كوره الهامستر ولكن في الحجم الخاص فيه. انا ما استخدمها بصراحه لاني معطي قفص كبير. يحتاج قفص كبير جدا. راح اوريكم القفص اللي انا معطيه اياه. طبعا هذا هو القفص اللي يعيش فيه مثل ما تشوفوا القفص طابقين او يعتبر اربع طوابق اذا حسبته هذه. الجهة اللي فوق بالعادة يلعب فيها خليها في نفس الوقت شرب فيها ماء. طبعا في ماء احتياط تحت. في فتحة للقفص اللي تحت طبعا توي منظف ولكن الوحش حب انه يسوي ديكور المكان. بالعادة لما احط له هذه يحب يقعد فيها. هذه راح اوريكم حق شنو بالضبط بعد شوية. القفص فيه له مخزن تحت عشان اغراضه الاكل ما اكل. وهذا طبعا اجيب له العاب ولكن الوحش ما يقصر فيها قطعها كلها فلذلك ما يستاهل. هذا البرسيم او القت اللي قلت لكم انه ياكله احب احط له اياه او احب احط له اكل العادي على حسب اختياراته. يعني هو المنطقه هذه منطقه الاكل والرعي والسباحه وكل شيء بالنسبه له. القفص حقه مثل ما قلت لكم انه يحتاج قفص يكون كبير. طبعا هذا هنا في السلالم اللي هي هذه ولكن انا ما احتاجها بحكم انه هو اساسا يقفز قفزة مرة عالية. فيا القفص يحتاج أن يكون القفص كبير جدا عشان أنه يعيش ويرتاح فيه. لأنه بدون الحركة مستحيل أنه يعيش. دائما أحب أن يتحرك يركض يلعب ما أدري إيش. طبعا بحكم أنه يصحى في الليل وينام في النهار فلذلك في الليل راح تسمع زعاج مو طبيعي. دائما يركض في القفص دائما. بعض الناس يركضون في القفص دائما تعرفهم. طب سلم يا أخي والله أحبوك. خايف من الكاميرا الظاهر. أوه قاعد يشوف نفسه وخايف. البيهيفير حقه جدا خواف. صح انا مسميه الوحش. ليش؟ انه هو جدا خواف يخاف من معظم الحيوانات الموجوده. سريع جدا. في حركه مره يحبها خل نقربه هنا عندكم نوريكم اياها. طيب دائما شوف اذا تبغى تخدره يعني تجي دائما هنا 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 شوف 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 هنا تعطيه هنا بس. شوف الله شايف كيف شايف الخدره. هنا شوف عرفت اللي تحس انك قاعد تحكي له كان بالضبط اللي هو يعني قال لك كذا. الله يا الابتسامه الله يا... لا هذه الابتسامه انتوا لازم تشوفوها. تعال وقف ما خلصنا. شوف الخضره يويل. شوف خلاص بينام وبعد تعطيه. شوف طبعا مجرد تلمس بين هنا فوق المنطقه هذه اذانيه تطيح. شوف فجاه تحول فيل. الان نتكلم على شيء مهم اللي هو كيف تنظفه. اوكي كيف يتنظف هذا الحيوان نفسه. هذا الحيوان ما يسبح. لو سبحته يموت. ليش؟ لان درجه حراره جسمه تبرد بسرعه يبرد بسرعه يستحر بسرعه. فعشان كذا فيه الفرو حقه. اعطيه الشيء هذا. طيب راح اوريكم مقطع فيديو وانا استخدم اياه اللي هو الدست باث. غبار او شيء كذا او بودره تحطها له يجي هو يتمردغ فيها جفف جسمه من الزيوت وينظف جسمه. هذه تحتاج تحطها له مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع. في ناس تقول لك يوميا ولكن يوميا ما يحتاج. اوكي الان راح اوريكم شلون هو يغسل نفسه. اول شيء تحط له الحوض حقه. هذا هو الحوض طبعا بس هو لاعب بالحوض لعبه ومردغ الحوض. شوف يدور ينتظر هذه. وخر بحط لك. طبعا هو هذا هو البودر نفسها. تحط له تقريبا ملعقه ولكن نص ملعقه تكفي لاني انا اساسا مسوي له امس. شوف يطلع يخليني احط ويرجع هو يعطيها مردغه يعطيها ثانيه يعطيها ثالثه الوحش يعطيها رابعه خامسه سادسه بعد سابعه عشان الشباب يسهلون المتابعين ثامنه
بنقول ثامنة. تاسعة. 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 ليش أنا ما أخذه؟ طيب أول شيء حيوان جدا نظيف، يعني مثلا لو ما نظفت قفصه شهرين ثلاثة شهور ما راح تطلع ريحه، وانتم كرامه فضلاته فضلات ناشفه ما هي مره كثيره، وفي نفس الوقت ما لها ريحه ما هي رطبه، طبعا اكيد انه يتبول كاي حيوان ثاني. الشيء الثاني خضر خلاص انه هادئ طول اليوم، ما هو مزعج. اوكي في الليل ممكن مزعج وهالكذا، بس هادئ. الشيء الثالث ما له صوت، مثل ما لاحظتوا من بدينا الفيديو الى الان ما طلع صوت نهائيا. ساعات طلع صوت اذا خايف، صوت يخوف طبعا كنا ساحره كذا شيء، ولكن بشكل عام ما يطلع صوت. مين الناس اللي المفروض انها ما تربي؟ الناس اللي عندها حساسيه من الفرو، مثل ما تشوفون ما ادري بان عندكم ولا، ولكن الفرو في كل مكان له، بحكم ان الفرو حقي جدا كثيف. الناس اللي عايشه في مناطق حاره ما تقدر تربي. ليش؟ لان مثلا لو قلنا طفيت المكيف عليه او خليت المكيف ما هو مره بارد، هذا الحيوان ممكن يموت. ليش؟ لان مثل ما تشوفوا فروه مره كثير، فيحتاج ان تكون درجه الحراره في المكان اللي هو فيها شويه بارده تكون مثلا 25 24 او حتى ممكن 20 او اقل. جدا احبه، يعني هذا الحيوان اللي انا جدا متعلق فيه. يعني مثلا الحيوانات اللي كانت عندي القديمه تقريبا كلها وديتها ادابشن او بعتها، الا هذا ما اقدر، حرفيا ما اقدر. يعني ودي عند صاحبي ترى اجيبه من عنده، طبعا نام خلاص. بتنام؟ نام؟ خلنا نعطيه اكل. يلا خذ انت اللي خذ، ما بعطيك يلا يلا خذ. يلا بعد يلا خذ. تقريبا انا اكثر وقت اشوفه نايم، طبعا اشوف ماسك الاكل بيده، اوريكم ماسك الاكل بيده وياكل، شوف يتأنف الاكل يتأنف. مليون لايك ونخليه يسوي حلقه بدالي وهو يكون المقدم مو انا، خلاص باخذها منك. يا تاكلها يا اخذها منك. تاكلها ولا اخذها؟ تاكلها ولا عطني اياها؟ عطني اياها، ابغى اكل انا بعد. بعد واحده يلا، اخر واحده يلا خذ. طيب خلاص بيطلع تعب، خلاص روح. يا حبيت يكون الفيديو خفيف ما يكون مرة طويل، أعطيتكم معلومات عنه، شفتوا عرفتوا شنو الحيوان اللي أنا أفضله وشنو الحيوان المفضل عندي واللي بالنسبة لي هو الحب، ولا كيف يا وحش. فيا إذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا بالفيديو جاي قريبا جدا جدا. قلنا لكم فيديوهاتنا كل 3 أيام ما هي كل يومين، بحكم أنه شوية صعب الآن أجيب أغراض. فيا متين بن عبد الله، وإذا تبغون فيديوهات ثانية عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تأكل المايك، ما تأكل المايك.